بابل فشهدت تظاهرات للمتعاقدين والأجراء اليوميين احتجاجا على عدم تطبيقهم في قانون الأمن الغذائي، فيما لوح المحتجون بالتصعيد في حال عدم تحقيق مطالبهم. بعد عدم تضمينهم بقانون الأمن الغذائي، المتعاقدون والأجراء اليوميون يخرجون بمسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة الحلة، مطالبين فيها بالتثبيت ورفض بنود قانون الأمن الغذائي الذي لم يشملهم بالتثبيت ضمن الملاك الدائم. التظاهرات مستمرة والاعتصام والتظاهر السلمي مستمر. احنا كنا متأملين انه قانون الامن الغذائي يشمل عقود قرار 2015 بالتثبيت، للاسف انه ما شملنا بهذا الامر. تفاجئنا الباحة بصدور كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء باحتساب خدمة الاجر وتثبيت اللي يعدم خدمة سنتين. المحتجون أكدوا التصعيد في احتجاجاتهم إن لم تتحقق مطالبهم المتمثلة بتعديل فقرات الأمن الغذائي، وخصوصا بعد كتاب رئاسة الوزراء المتضمن لتثبيت المتعاقدين ممن لديهم خدمة سنتان وسط مطالبات نيابية بإنصاف هذه الشريحة. فيما يخص عقود 315، أكيد أغلب النواب وكذلك السلطة التشريعية مع حقوقهم، للأسف كنا نتمنى أن يكونون هم من ضمن قانون الأمن الغذائي، لكن حال دون تحقيق ذلك رغم المطالبات من النواب وتوقيع هناك جماعة النواب أكثر من 100 نائب كان موقع لغرض إكمال هذا الملف والخلاص من عنده. وشملت هذه التظاهرات جميع العقود الموجودين في كل الدوائر الخدمية بالمحافظة وتستمر إلى حين الاستجابة للمطالب. ولا يزال عقود 315 مستمرين في تظاهراتهم مطالبين بتثبيتهم في الموازنة القادمة. زيد الشهيب، رابعة، بابل.